السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في الحلقة التانية من Call of Duty 1. هنكمل المهمة بتاعتنا. احنا الحلقة اللي فاتت دخلنا تمرين، دخلنا مهمة كده يعني على مقاسهم، وخلينا بقى نشوف الحلقة دي هتودينا لفين. فتأكد انك عامل لايك، مشارك في القناة وفعل التنبيهات عشان تجيلك الحلقات اللي جاية أول بأول. لو حابب النوعية دي من الحلقات اللي هي والجيمز الشوترز والحاجات دي كلها، انا بحب بصراحة النوعية دي من الألعاب، وأظن إن احنا نلعبها كتير الفترة الجاية. فتأكد انك عامل لايك، مشارك في القناة وفعل التنبيهات عشان تجيلك الحلقات اللي جاية أول بأول. عايز تعمل على باتريون، عايز تعمل أي حاجة زي كده، عايز تنتسب كمان في القناة عشان تعرف إيه الألعاب الجديدة اللي أنا بلعبها أول بأول، من غير بقى ما تتابعني على فيسبوك او انستجرام او الحاجات دي كلها. طبعا لو عايز تعمل الحاجات دي كلها هتعمل كده عن طريق الرابط اللي موجوده تحت زرار اللايك. خلي الانترو ينزل دلوقتي وخلينا نكمل الجيم بتاعنا. تمام. في فرنسا برضو، فرنسا برضو. دي كانت تكمله على الحلقة اللي فاتت. في واحدة منهم سنايبر، فيش واحدة منهم سنايبر. طيب بس انا ممكن اخد اسمه ايه، خلينا نبدأ ده احلى. ايه بقى اللي هيحصل؟ اوبا، برايفت بتاعنا اشتغل بسرعة. اوبا، ايه اللي حصل ده؟ انا خدت كام طلقة ورا بعض كده يعني، بص سوحوني. تايجر دي يا عم صباح الفل، انا ملحقتش. عاش يا ريس. ده معناه ان دخول العنتري بتاع المرة اللي فاتت دوت ما كانش هينفع، او مش هينفع بقى في المهمات اللي جاية. ايه ده؟ يعني مين اللي فولو يو ومين اللي لا؟ احنا هنفولو يو. تمام، في واحد تاني قاعد بيعمل الكنيسة. طيب خلينا احنا معاك.
ايه اللي المفروض يحصل بقى دلوقتي؟ والله أرض مشتعلة يا جماعة. الدبابة دي تبعنا ولا ايه؟ الناس دول تبعنا. ماشي، ده ايه دبابة؟ تبقى سخيفة اوي لو يعني اكتر حاجة بتريحني في الدنيا الجملة بتاعت جيم سيف دي. المفروض ارجع اجيب بتاع من الكنيسة، صح؟ ولا مش من الكنيسة قوي، دوب نرجع هنا يعني. ما هي من الكنيسة، دوب نلف لفة حلوة كده. يا جدعان يا جدعان، كسفت النيران دي مش ده الطبيعي يعني؟ ده الطبيعي ان انا اتضرب بالنار دي كلها؟ موتي. موتي بقى. طيب هي هتيجي انت معانا. ماشي، حلو السلاح ده، بس نبدله بإيه؟ نبدله بده يعني، على اساس ان اللي هناك دوت ده معانا، صح كده؟ الدبابة المفروض هتيجي من هنا، صح؟ طيب كده احنا متمركزين في مكان ممتاز. موت يا علاء. يا نهار اسود، الدبابة ما شاء الله يعني. هاتلي ده كده. تستهبل أحلى استهبال. واخد ده كده اهو، طلع كده اهو بس. شكرا سانكس هاف. في دبابة تاني كده. ها اروح فين؟ نلف تاني. الدبابة يا جدعان، يا جماعة كمية الدبابات دي يا جماعة،
بسرعة. مين بقى اللي ضرب عليها نار؟ تمام، احنا خلينا برضو مكملين معانا بطريقنا. هو ليه مفيش ناس؟ اه ماشي، ما سوري سوري معلش. ايوه السلاح عليه العين اهو. لا وقت الصوت كده معلش. الواد ده مات ولا ما ماتش؟ يا واد يا سنايبر انت، يا واد يا سنايبر انت، عالرايق عالرايق. لود هاتلي بقى ده. موت يا هلا. احنا هنا ايه ده؟ حاضر يا ريس، دور بس على اي حاجة كده خدها للصداع معلش، اصل خدت كام طلقة في صدري. ماشي يا كابتن. Unless you got a better idea or a radio that works, carry on. Good luck. Oh man, this is nuts. I can't believe we're doing this. Believe it. Unless you sprout wings and want to fly. It's only 6 miles, Private. Just shut up and do your job. 6 miles. هما 6 miles دول بتهيجوا كده من فراغ يعني. ما هو اكيد هيبقى فيه المان واكيد هيبقى فيه نكد، واحنا في نورماندي اصلا. انا بخاف اصلا من كلمة نورماندي بسبب اللي حصل في الحروب. موت يا ولد انت. هو ماشي، دوس اف علشان خاطر تبقى بره البتاع. يلا يابا. دي ميدال اوف اونر نسخة كول اوف ديوتي. عندنا سيادة الشاويش بيخمس وسط قوات ألمانية.
لا 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 لا، والله ما منطقي اللي بيحصل ده. بص بقى، يعني الولا كأنه ايه دخل في قلب شبرا. يلا ما احنا نخلص الذخيرة بتاعتنا، ولا احنا عارفين احنا رايحين فين، ولا احنا عارفين احنا جايين منين. بس هو احنا واحنا ماشيين ورا الولا. يلهوي يا عم، لف وارجع تاني، لف وارجع تاني، لف. ده دبابة، دبابة ديني، دبابة عمالة. بص يعني ما شاء الله، وانت يعني في الحلاوة، انت حلاوة خالص. عايز بس ذخيرة أملى البندقية تاني. قعد يقول لي دونت بي هيرو، وانا عمال اعمل نفسي هيرو برضه. روح فين؟ يا عم انا بكبر اهو، انا بعمل حاجة، انا بعمل حاجة غير اني بكبر. خلاص يلا يا عم، يلا يا سيدي. ايه اللي بيحصل ده؟ ما بيقول لك سلو داون يعني ده. خلاص ريبورت ذا تاون كابتشر، مش عارف بالاتش كيو ايه الاتش كيو. طيب الحمد لله. يا عم يلا يا عم. المشكلة بقى ان احنا محتاجين هيلث. طيب كويس قوي ان المهم اصلا ايه، او يعني الليفل ده خلص. هو هيريبورت الراجل، وبعد كده احنا هنبدأ حركة. ايه ده، ده مهمة جديدة. طب ما ايه، ما نشوفكم الحلقة الجاية بقى ولا ايه؟ اه يعني خلينا كده حلوين خالص كده اهوت وكويسين. دي الحلقة التانية. برضه عشان الوقت بتاع الحلقة ما يكونش طويل قوي، فتأكد انك مشترك في القناة وفعل التنبيهات عشان تجيلك الحلقات اللي جاية اول باول. احنا خلصنا كذا ليفل يعني، وعملنا كام مغامرة حلوة كده مع البشاويش اللي اخد عمل يكروز في قلب المنطقة.
اتاكد انك متشارك في القناه وفعل التنبيهات عشان تجيلك الحلقات اللي جايه اول باول. خليك متابع معانا ويعني مركز معانا في الحلقات اللي جايه عشان هتكون حلقات قويه جدا. انا متاكد جدا ان المهمات اللي جايه هتكون حلوه قوي. اتاكد انك مظبط كل الحاجات دي واشوفك في حلقه جديده. بس كده.